فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وبارك يا سيد. يا إخوتي، لتكن محبتكم بلا رياء، تجنبوا الشر ولازموا الخير، أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية، وبادروا بعضكم بعضا بالإكرام، كونوا في الاجتهاد غير متكاسلين، وبالروح حارين، وللرب عابدين، وبالرجاء فرحين، وفي الضيق ثابتين، وعلى الصلاة مواظبين، وفي حاجات القديسين مشاركين، وإلى ضيافة الغرباء ساعين. باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين، والتسبيح لله دائما. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قال لوقا البشير: قالت مريم: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته، فهمنذ الآن تطوبني جميع الأجيال، لأن القدير صنع بي عظائم، واسمه قدوس، ورحمته إلى أجيال للذين يتقونه، صنع عزا بساعده، وشتت المتكبرين بأفكار قلوبهم، أنزل المقتدرين عن العروش، ورفع المتواضعين، أشبع الجياع خيرات، وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاه، ذاكرا رحمته لإبراهيم ونسله إلى الأبد، كما كلم أباءنا حقا، والأمان لجميعكم. إخوتي، نحن اليوم بأحد عيد انتقال العذراء مريم سيدة الكرم. منشوف إخوتي إنه الرب الإله حقق بمريم العذراء العظائم، وآخرة لمن توج بأنه نقل بالنفس والجسد إلى مجد السماء، إلى جانب ابن ملك الملوك وسيد السادة، بانتقالها شو صار؟ تم تتويج ملكة السماوات والأرض، هيدي عظائم الله يلي كانت فيها، وعظائم الله حط بمريم العذراء الله عظائم كتير. نحن بهالأحد إخوتي رح نتأمل ثلاث ركائز بترتكز عليها وبيرتكز عليها هالعيد. الركيزة الأولى إخوتي إن الله بامتيازه عصمها من خطيئة آدم الذي يولد فيها كل إنسان، وتسمى الخطيئة الأصلية التي تزول من المعمودية، بس نتعمد بتزول هيدي الخطية. لكن الرب قبل المعمودية لم يشاء أن تولد هذه التي ستكون أم القدوس، لم يشاء أن تجرح طبيعتها بخطيئة آدم فعصمها من الخطيئة الأصلية، وهي
بالنعمة الإلهية عصمت نفسها من كل خطيئة شخصية. منشوف إخوتي هون هالأم يلي ما بتعرف الخطيئة لا بالجسد ولا بالنفس ولا بالروح، لكن مش لازم تعرف فساد القبر. هيدي أول ركيزة. الركيزة الثانية إخوتي، إن مريم هي أم الإله المتجسد الدائم البتولية التي أصبحت وهي أم يسوع التاريخي عند الصليب، أصبحت أم البشرية، أم الكنيسة. وشو بيقول عنا الرسول بولس؟ بيقول بولس الرسول يسمي يسوع البكر في إخوة كثيرين. هيدي هي أم الإله، هيدي هي الأم يلي أعطت الجسد للإله، هيدي الأم يلي غذت الإله من أمومتها، هيدي الأم يلي رافقت وربت يسوع أن تكون بجانبه بالنفس والجسد. هاي تاني ركيزة. التالت ركيزة إخوتي، العذراء مريم شاركت يسوع بالألام، بألام الفداء. بكلمة نعم من البشارة إلى الصليب، ضلت العذراء إخوتي بإيمان ثابت ورجاء وطيد، تتحمل وتتألم حتى مرارة الصليب، فأضحت شريكة الفداء. وبس إخوتي أعلن البابا بولس الثاني عشر بأول تشرين الثاني 1950، أعلن العقيدة الإيمانية من هون، بلشت الاعتبارات إن شاء الله بامتياز خاص أن ترفع مريم العذراء بنفسها وجسدها إلى السماء وتتوج إلى جانب ابن ملك الملوك وسيد السادة وملك السماوات والأرض. إخوتي أنا شخصياً عندي نقطة ضعف على العذراء مريم، ومن أول ما بلشت حياتي الكهنوتية أخذت هي الطريق. لا توديني تهديني بإيدي وتوديني على طريق ابنه، لأنه يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة. ومين أحق من أم تهدي لكم إيديكم وتعرفكم على طريق ابنه إلا العذراء مريم. بهالعيد إخوتي، بهالأحد المبارك يلي هو انتقال العذراء مريم سيدة الكرم، رح بقدم أول ترتيلة لحنتها وكتبها القديس توما الأكويني، يلي هي بتقول أيتها البتول مريم
إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. آمين. أيتها البتول مريم، إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. أيتها البتول مريم، إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. مستودعا نفسي وجسدي وأفكاري وأعمالي وحياتي وصوتي، فأعينيني يا سيداتي واستمدي لي الحب الحقيقي الكامل الذي به أحب من كل قلبي ابنك الحبيب يسوع المسيح سيدي. وبعد حبي له أحبك أنت يا سلطانتي فوق الأشياء كلها. أيتها البتول مريم، إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. فاجعليني يا أمي، فاجعليني يا أمي بشفاعتك كليات الاقتدار أن أثبت في هذه المحبة حتى إذ يفصلني الموت من هذه الحياة تقودي أنت نفسي إلى الفردوس السماوي. أيتها البتول مريم، إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. أيتها البتول مريم، إني أسلم ذاتي إلى رأفتك.